السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحيب. يا مرحبا ومسهلا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام أيضا، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في مجلس الريان واللي راح إن شاء الله يكون لنا معهم وقفات متتالية خلال البرنامج، وحياكم الله جميعا. أيضا من خارج الاستديو راح يكون معنا زميلنا نديف قناة الريان سعود المعاضيد. مساك الله بالخير يا سعود، أول شيء الحمد لله على السلامة، وعطنا علوم فقرتك الليلة. الله يسلمك يا صباح ويا ناصر، أرحب فيكم ومسي على مشاهدينا الكرام بالخير، وأنا موجود في الغارية في معسكر التدريب لشباب الأندية الرياضية والمراكز الشبابية في الدولة، وإن شاء الله بعد شوية برجع لكم مع تفاصيل أكثر عن الفعاليات اللي موجودة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله وإن شاء الله نرجع لك ورجع مشاهدينا. صراحة حاستينك أسعود على المكان اللي أنت فيه، لكن إن شاء الله لا يغير عليك أنت ولا الربع اللي معك. الله شكرا لك إن شاء الله. نبدأ مشاهدين الكرام حلقتنا مع الجانب التعليمي. تنظم كلية الهندسة في جامعة قطر مشروع الحياة هندسة، وذلك بدعم ومشاركة من عدة شركات من قطاع الصناعة في قطر. ويهدف المشروع إلى تعريف الطلبة القطريين في المرحلة الثانوية وجذبهم نحو تخصصات الهندسة المختلفة. لقد أطلقت كلية الهندسة بجامعة قطر برنامج الحياة هندسة ليكون برنامجاً وطنياً، هدفه هو تحفيز أكبر عدد من طلاب المدارس القطرية لاختيار مهنة الهندسة. برنامج الحياة الهندسة في نسخته الخامسة هدفه هو استقطاب الطلاب القطريين في المدارس في المدارس الثانوية العامة، فالهندسة هي أساس حقيقة للتقدم وأول رؤية قطر 2030. لازم الشباب الصغار يعرفون بالذات طلاب الثانوية أن في هدف لهم. الهدف إحنا نحاول من الأكاديمية ومن الإندستري نقول لهم يا جماعة الهندسة مهمة جدا، فالتوجيه وطريقة توصيل المعلومة بهالطريقة هذه أحسن طريقة شفناها عشان نوعي الشباب. الحياة هندسة ينقسم إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى اللي هي الورش التدريبية، ومن بعدها راح يكون فيه تقييم لتأهيل 6 من المدارس، راح يكون عندنا ورش تدريبية لهم، ومع ذلك راح يكون عندنا المعسكر لمدة 3 أيام للطلبة كلهم. المعسكر هذا راح يكون فيه أنشطة في شتى المجالات، أسئلة، مسابقات، هذه كلها راح يتقيم عليها الطالب، وراح يتقيم على الورش اللي تعلمها من قبل الدكاترة جامعة قطر وغيرها من الرعاه الرسميين، راح يقيم على ذلك، وإن شاء الله الفوز لهم كلهم. السنة هذه إن شاء الله راح نعطي الطلاب فرصة ليفوزون بالمركز الأول لزيارة اليابان وأيضا زيارة مصانع نيسان وتويوتا، وقد رتبنا معهم أيضا في اليابان بهذا الشكل. وللاطلاع على جديد البرنامج في نسخته الحالية معنا في استديو تراحيب كل من الطالب صالح سعيد السفران عضو لجنة المراسم ببرنامج الحياة هندسة بجامعة قطر، والطالب محمد عبد المجيد الزيارة عبد الحميد عفوا زيارة رئيس قسم أو رئيس فريق تنظيم برنامج الحياة هندسة بجامعة قطر. مرحبا ومسهلا بكم معنا في برنامج الرحيب. مرحبا بك سلم، مرحب فيكم في برنامج الرحيب وفيكم في قناة الريان. وفي البداية يمكن ودنا نبدأ فيك صالح، ودنا نتحدث بشكل عام عن جديد برنامج الحياة هندسة في سنة 2014. جديد الحياة هندسة في سنة 2014 أن عدد الشركات المساهمة في نجاح هذا المشروع صار في تنافس، زادت الشركات إلى شركتين تقريبا، شركة الريثون وشركة دولف للطاقة. نعم. أيضا عدد المدارس المشاركة كان في ازدياد، تقريبا السنة هذه مقدمين تقريبا 15 مدرسة مقارنة مع السنة اللي راحت كانوا تقريبا 11 مدرسة. ففقط هذه النقطتين. جميل. محمد، إذا
لما نتكلم عن تفاعل المدارس معكم أو الطلبة، كيف كان تفاعلهم معكم في هذه البرامج؟ المدارس تفاعلوا بشكل كبير وبشكل إيجابي معنا، شاركوا معنا في الحياة الهندسية طوال السنوات اللي طافت، وأبدوا إعجابهم بهالمشروع هذا، وساعد طلابهم جدا إنهم يتعلمون ويثقفون في مجال المجالات العلمية بالذات المجال الهندسي. والحمد لله المدارس في ازدياد كل سنة، إنهم يزيدون يحاولون يخلون طلابهم يدشون في المجال هذا. والحمد لله إن من تطور لتطور، من أفضل لأفضل مع المشروع هذا. الحمد لله. يمكن صالح لابد يعني حق أي طالب بيدخل هذا المشروع أكيد هناك العديد من المهارات يمكن راح يكتسبها في هذا المشروع، من مهارات هندسية نفس ما قال محمد، مهارات ميكانيكية، وطبعاً تخصصات الهندسة كثيرة، لكن لو تحدثنا عن أهم المهارات اللي راح تركزون عليها في مشروع الحياة الهندسة. في الحقيقة أهم مهارة مركزين عليها يعني في هذه السنة مهارة العمل الجماعي. جميل. لأن في الحياة الجامعية لازم يتعلمون الطلاب شلون يتعاملون في جروب ورك، لازم يشتغلون مع بعض في مشاريعهم، في الدراسة، فرق العمل، لأن في الثانوية العامة كل طالب معتمد على نفسه. صح. كيف يجيب معدل عالي ويدخل التخصص اللي يبغيه، بس في الجامعة لازم خاصة واحد في الجامعة عندنا مشاريع، أنا أقول عندنا خلاص تخرجت الحين المفروض ما أقول عندنا، لكن في مشاريع المجموعات، فهاي يمكن تأهيل لهم من هذه والله الصراحة بتأهلهم وبتنمي القدرات هذه فيهم قبل يدخلون الجامعة. صحيح. فراح يعني تكون شيء إيجابي لهم إنهم يدخلون الجامعة هم عندهم القدرات هذه من مسبقا، لأن أصلا في الحياة يعني في الحياة الريال لايف يعني لازم الواحد يعرف كيف يشتغل في يعني في جماعة في جروب ورك. صعب الواحد يشتغل لحاله في اي مشروع، يعني بتكون حاجه صعبه جدا. صحيح. اكيد. صحيح. في اي عمل كل ما كان هناك عمل مشترك كل ما كان افضل من العمل الفردي. ولكن اذا نبغى نتكلم محمد عن ازدياد خلينا نقول الطلاب او رغبتهم، كيف شفتوا رغبتهم للانضمام للبرنامج من خلال زياراتكم لهم؟ يعني مثل ما قلت ان اولا تشجيع من المدارس نفسها تشجع الطلاب، واحنا جامعه القطار عندنا ان فريق التسويق. أي. يعني هو ما يقصر ان يحط اعلانات ويروحون للمدارس. لاحظت انهم يزيدون؟ اي نعم، يعني ان اقبال كبير من شباب الثانويه على هالمشروع هذا، وحتى ان المدارس زاد عددها في اللي يبون يشاركون في هالمشروع بسبب ان الطلاب نفسهم في مدارس الدوله حابين هم يشاركون في هالمشروع هذا، فبالتالي المدرسه تشجعت. يعني قبل كانوا كم المدرسة هم اللي يرشحون نفسهم انهم يشاركون في المشروع هذا؟ كم وصلت تقريبا عدد المدارس اللي شاركت تقريبا؟ حاليا احصائيه معينه لها؟ اي نعم، حاليا 14 مدرسه ما شاء الله. إيه. بدايه المشروع كم تتذكر؟ والله ما اعطيك كم، بس كان اقل من هذا العدد. كان اقل من 10 بكثير، كان اقل من 10. اي طبعا. هو أي سنة هذا؟ الخامسة تقريبا. أي نعم، هالنسخة الخامسة. ما شاء الله. أنا أتذكر يمكن مشروع الحياة الهندسة كان فعلا يعني من المشاريع اللي جدا كان لها صيت في الجامعة، وحتى الشباب اللي مشتغلين عليهم صالح ومحمد وأيضا عبد الله اليوم اللي شفناه في التقرير، والشباب اللي قبلهم يعني في السنوات السابقة أسسوا هذا المشروع، وفعلا يمكن كان تأسيس يعني جيد للطلاب. لو تحدثنا وياك صالح عن يعني مساهمة هذا المشروع في النجاح، وأيضا عن الجهات اللي شاركت فيه، الجهات اللي شاركت فيها السنة، يعني أكيد عندكم عدد من الجهات أنتم تتعاملون معها بحيث أنه يطلع المشروع بصورة طيبة. الحقيقة السنة هذه زي ما ذكرت في النقطة اللي قبل زادت الشركات، يعني شركتين زادوا في السنة هذه، شركة الريثون ودولفين الطاقة. الشركات اللي موجودين من السنة اللي فاتت شركة القابكو وشركة الشل والإكسون موبيل وأظن شركة قطر البترول. جميل. فقط هذه يعني الشركات. انت في كل سنه صالح دائما ما يكون في معسكر او مخيم تدريب للشباب نفسهم، يكون في هذا محطه في النهايه اتوقع، هذا يكون في اخر يعني في يعني في اخر فتره في المسابقه. أيوة. المسابقه طال عمرك في اول ايامها، طبعا السبت القادم راح تنطلق الورش التدريبيه. أيوة. راح يكون كله يعني ورش تدريبيه من ناحيه العلم النظري. جميل. راح يكون في نهايه الورش في اختبار من ال 15 جامعه وال 14 مدرسة. راح يتاهل تقريبا 6 مدارس، الست اللي راح يتاهلون راح يخضعون الى التدريبات الميدانيه
يعني راح يدخلون في تفكيك وتركيب السيارات اللي بيسابقون فيها، وبعدها يبتدي المعسكر. معسكر فيه تقريبا نشاطات ترفيهيه للطلاب وكذا قبل لا يدخلون على البطوله، اللي هي في لوسيل تكون، وتكون في حلبه لوسيل. حلبه لوسيل صراحه. يمكن ذكرت بان عدد الشركات اللي شاركت في هذا المشروع وصل الى شركتين. انا ودي صراحه اتوجه زاد وصل الى شركتين اضافيه غير الشركات اللي كانت في الفتره الاخيره، مع ان المشروع يعني الان وصل الى خلينا نقول خمس في سنته الخامسه. انا اتوجه صراحه من خلال شاشه قناه ريان لكل الشركات بانها تدعم مثل هذه المشاريع اللي تاهل شباب قطر بانهم يكون هناك مهندسين على اعلى المستويات، لان هذا واجب كل الشركات. وهذا اتوقع ان هذا الامر يعني مفروغ منه عدم ان يكون واجب او غيره، فاتمنى من الكل بانه يعمل على هذا الموضوع ويجتهد بان يكون عندنا مهندسين على اعلى المستويات. فاتمنى من الجميع، ايضا اتمنى من مدراء المدارس ايضا تشجيع الطلبه، اتمنى ايضا من اولياء الامور، ولكن في نفس الوقت بعد نبغى نعطي الطلبه الخيار بان يختار تخصصه، ولكن نسمح لهم بالمشاركه في مثل هذه البرامج بحيث انه يطلع لنا مهندسين يعني مثلكم او مثل ايضا اللي طلعوا معنا في التقرير او ايضا في الامارات اللي فازوا بالبطوله، سواء كان فريق اللي هم فريق القرناس كان البنات والشباب. فهذا ايضا اللي احنا نطمح له، بان يكون عندنا عدد من المهندسين الدوله تحتاج وتحتاج، وهذا واجب علينا كلنا. أكيد. إذا بغسألك محمد عن هذا المشروع، مدى مساهمته في تشجيع الطلبة بأنهم يدخلون في تخصص الهندسة نفسها؟ هو بدأ المشروع من سنة 2010 مثل ما ذكرنا. من سنة 2010 يوم دشيت الجامعة يعني كان مهندسين قلة، طلبة الهندسة عددهم قليل جدا في الجامعة، يعني في التخصص الواحد في خاصة القطريين. النقطريين طبعا نتكلم عن القطريين، في الدفعة الواحدة ما في الا يعني اذا بتخرجون في التخصص الواحد اقل من خمسة مهندسين. فالحمد لله الحين سنة 2014 يعني ما شاء الله في الكلاس الواحد الزحمة قطريين يعني فوق العشرة، هذا اقل شيء. جميل. وحتى انهم فتحوا مجموعات اضافية للمواد، يعني اذكر قبل كنا بس كان ما في الا مجموعة واحدة حق التخصص، حق التخصص او حق الماده الواحده في التخصص. الحين مجموعتين وفل ما شاء الله، يعني لازم ارفع سقف عندنا في الجامعه عشان الطلاب يدشون ياخذون هالماده. هذا يدل ان الحمد لله ان في اقبال كبير للهندسه، والشباب ان قاموا يتوعون المجال الهندسه وانهم يدركون اهميه هذا التخصص في الدوله عندنا، وان هالمجال صناعي ومهم ان دولتنا انها دوله صناعيه. نعم. متجه للمجال هذا. نعم. محمد وصالح احنا مستمرين معاكم، لكن نبقى مشاهدينا الكرام في اجواء مشابهه اذا احتل الفريق القطري المركز الثاني في ماراثون شل البيئي العالمي اللي استضافتها الفلبين. وتقوم المنافسه على تصميم وتصنيع طلاب من مختلف انحاء العالم مركبات صديقه للبيئه وخوض سباق فيما بينهم. خلونا نتابع. بمشاركة أكثر من 100 فريق من بينهم الفريق القطري، انطلق في العاصمة الفلبينية مانيلا ماراثون شيل البيئي العالمي في نسخته الخامسة. ويهدف السباق كما يقول منظموه إلى إبراز قدرات الطلاب من جميع أنحاء العالم على تصميم وتصنيع المركبات الصديقة للبيئة. التحدي الذي على المشاركين تجاوزه للفوز بلقب الماراثون هو بقطع 12 كيلومتراً باستخدام أقل قدر ممكن من الوقود، إذ يمكن للمشاركين استخدام مصادر مختلفة للطاقة لتشغيل مركباتهم مثل البنزين والديزل أو الطاقة الشمسية والكهربائية. أشكال وتصاميم مختلفة للسيارات صنعت من مواد خفيفة الوزن شارك بها المتسابقون الذين يمثلون دول آسيوية وعربية. وقد احتل الفريق القطري المركز الثاني في نهاية هذا الماراثون.
يبقى القول إن آخر التقارير الصادرة من المشروع الدولي للكربون تشير إلى أن نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت إلى 36 مليار طن متري في عام 2013، ما يعد مصدراً خطيراً للتلوث البيئي. طبعا وجاءت المشاركة القطرية من خلال جامعة قطر ممثلة بثمانية طلاب من كلية الهندسة الميكانيكية، ونحن طبعا بدورنا نبارك الفريق القطري على هذا الإنجاز ونثمن الدعم اللامحدود اللي تقدمه جامعة قطر لطلابها، وطبعا يعني خاصة من قسم الهندسة. احنا نفرح لما نشوف مهندسين قطريين يذهبون إلى أكثر من دولة على مستوى العالم يشاركون في مسابقات وأيضا يحرزون إنجازات ويرفعون فيها عن بلادنا قطر فوق وعالينا. يمكن صالح تعليقك على هذا النوع من المسابقات اللي يمكن يعطي نوع أو يعطي إضافة للطالب نفسه أنه يروح ويكتسب خبرات في دول يعني غربية ودول شرقية أيضا، يعني يأخذ خبرات من الأماكن اللي يروح لها ويشارك فيها. الحقيقة يعني أنا أشجع أن جامعة قطر تركز على البطولات هذه، لأن صدق أنها تنمي يعني مهارات في الطالب، يعني ينافس لها جامعات ثانية، يطبق العلوم اللي درسها في الجامعة في البطولة نفسها. والحمد لله عدد البطولات في ازدياد، يعني في هذا الشيء الإيكو ماراثون كانت يعني من 3 سنين، أول سنة شاركنا فيها كانت يعني السيارة مش مؤهلة، كان وزنها ثقيل فطلعت من البطولة على طول، تفادوا هذه المشاكل. جات السنة الثانية شاركت في البطولة في ماليزيا، خذوا المركز الثاني، يعني الحمد لله في تحسن ازدياد، وشاركوا بعض في مثل ما شفتوا في هذا التقرير في حافظوا على المركز الثاني بعد في البطولة اللي فاتت، وفي بطولات إن شاء الله يعني مقبلين عليها، بطولة سولار بوت كومبيتيشن اللي هي المراكب تشتغل بالطاقة الشمسية، بطولة يعني راح تكون تقريبا في شهر 9 في البحرين، وفي بطولات ثانية اللي هي السولار كار كومبيتيشن بعد. يعني كل هذه البطولات يعني أنا يعني ودي إن الجامعة يعني تكثر من هذه البطولات للطلاب وتفتح يعني مجال أكبر. نعم، هذا اللي نتمناه، ونتمنى أيضا صراحة وإحنا كلنا فخورين أمانة بأن يكون عندنا شباب قطري ينافس في مثل هذه البطولات اللي تكون دائما ما تكون تعتمد على الهندسة الميكانيكية أو غيرها من الأنواع الهندسية. فهذا اللي احنا نتمناه، هذا اللي احنا نسعى له. نعم، واتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع باذن الله. ان شاء الله. محمد، كلمه اخيره توجهها من خلال برنامج ترحيب للطلاب اللي ودهم يدخلون تخصص الهندسه في ما بعد الثانويه. اولا الله يوفق الجميع، ان شاء الله يوفق الطلاب. مجال الهندسه ترى مجال يعني مو بانه صعب، يعني قطر محتاجه، يعني اكثر يعني الشباب يسمعون عن العالم انه تخصص صعب، انه تخصص له دراسه، ما في شيء سهل، ما في شيء ما يبي له دراسه، كل شيء بالاجتهاد من جد وجد. طبعا مجال الهندسه يعني مجال علمي، مجال انت راح تتعلم منه وراح تطبق اللي تعلمته في الفيلد نفسه، في تطبيق في عمل يعني. واتمنى من الشباب يعني اللي محتار انه ياخذ هندسه ولا تخصص ثاني يشوف المجال الهندسي، لان باذن الله له مستقبل في قطر. قطر مثل ما احنا عارفين انها دوله صناعيه ومنتجها للطاقه والمجال الصناعي. نعم، والهندسي. نعم، احنا في نهايه الامر نشكركم الطالب وان شاء الله نقول لك المهندس صالح سعيد السفران، عضو لجنه المراسم ببرنامج الحياه هندسه في جامعه قطر، ونشكرك ايضا محمد عبد الحميد الزياره رئيس فريق التنظيم ببرنامج الحياه هندسه. نشكركم ونشكر كل الفريق اللي معاكم، ونقواكم الله، ننتظر منكم المزيد ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، نشكركم على تغطيه هذا الحدث، نشكر اسره قناه الريان. الله يحفظك. لا شك على واجب، هذا واجبنا دائما ما نغطي كل مميز وكل من هو يستاهل التغطية. ثقة تمام بأن قناة الريان راح يعني تدعم هذا الأمر. شكرا لكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نستضيف أيضا السيد عبد الله علي مطوع اللي راح يكلمنا عن بطولة قطر المفتوحة للرماية الشوزن، وبعد الفاصل بنتابع. معهد تدريب الشرطة يشهد تخريج 8 دورات تأسيسية، انتظرونا.
الله.